ولاية مجلس القيادة الرئاسي تنتهي وفقا للحل السياسي الشامل الذي تأخر كثيرا، ولا زال الوضع المعيشي للمواطن يسير من السيء إلى الأسوأ دون أي معالجات ملموسة. آمال المواطنين خابت في المجلس الرئاسي، وكل عضو فيه له أهداف تختلف عن الآخر. وبحسب ما يراه المراقبون، أن قوى الإخوان أظهرت للعيان مدى تجذرها في عمق الدولة بعد تنصلهم عن محاربة الميليشيات الحوثية الإرهابية وكشف عدائهم التاريخي مع الجنوب خوفا من فك الارتباط.